السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حمدي من القاهرة. الحمد لله لكم فيديو جديد ومقر جديد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني اقسم بالله. انا عارف ان انا قطع ليا شهرين، بس اقسم بالله حاجة خصب عني جدا، ربنا وحده هو اللي يعلم انا كان عندي ايه. تاني حاجة بلكوني تحت على الهيربودز، جايب هيربودز جديد. لو عايزين اقول لكم على الهيربودز جبتها منين ووصفات الهيربودز ايه ومميزات الهيربودز ايه، وصلوا الفيديو ده ل10 لايك او 15 لايك مناسبة ان انا رجعت اليوتيوب. فاكتبوا تحت في الكومنتات هل انتوا عايزين الحوار ده ولا لا. تمام. تاني حاجة، في افكار جدا كنت عايز اعملها اقسم بالله، بس المشكلة ان مش ايجا الفرصة، لان انا طبعا كنت قاطع شهرين على اليوتيوب. فدي كانت حاجة يعني كان مأثرة فيا قوي، من ساعة ميلاد قناتي، يعني قولوا مثلا من اول 8، من نص 8 كده كنت قاطع عليكم، بس اقسم بالله خصب عني. تاني حاجة، في افكار في دماغي ان شاء الله هبقول لكم عليها الايام اللي جاية. تمام. الايام اللي جاية مش عايز اقول لكم انا ممكن يعني انزل لكم امتى، لان انا مثلا الاسبوع ده مثلا كله مكون اقدر انزل لكم فيديوهات. الاسبوع اللي بعديه ما اقدرش جدا، لان طبعا انتوا عارفين الدراسه تبتدي والحوار يبتدي وانا في ثانيه ثانوي، فالحوار ضغط. تاني حاجه، انا عارف ان كان في مشاكل الايام اللي فاتت ما بين جبس مصري واخواته وما بين ميهل جمال واحمد حسن اتحبس والناس دي كلها. انا الناس دي كلها اتكلمت عليها على الانستجرام، ده الانستجرام بتاعي. فلو انت بتتابعني على الانستجرام روح تابعني على الانستجرام، وروح تابعني على الجروب اصحاب احمد على اليوتيوب، روح تابعني في الجروبين، لان انا بنزل حياتي كلها هناك. والله العظيم بنزل حياتي كلها هناك، والله العظيم. يا 487 دول راحوا على الانستجرام، اقسم بالله هكمل 1000. يا جماعه انا عايز اكمل 1000. انا لسه منزل صورتين النهارده جداد، يلا روحوا عشان تحطوا لي لايك هناك. تاني حاجه، انا اقسم بالله يعني حرفيا انا يعني اقسم بالله كنت في القاهره الاسبوع اللي فات او اللي قبليه، كنت عايز اعمل تجمع بس ما قدرتش، لان انا كان الموضوع كان اللي هو 4 ايام 5 ايام واجي على طول، فاللي هو كان ضغط خطوط. كنت عايز اعمل تجمع هناك، كنت عايز اعمله في 6 اكتوبر، بس قدر الله فعلا واللي حصل حصل. ايه تاني؟ والله ما فاكر، انا مش مرتب كلام اساسا، انا بكلمكم بسرعه. في حاجه تاني نسيت اقول لكم عليها، في فيديو انا كنت عامله برايفت لحوالي شهرين. الفيديو ده كنت بتكلم فيه عن لولا فاني، والفيديو التاني اللي هو بتاع بابجي. تمام. وفي فيديو تالت، يعني في 3 فيديوهات المفروض كنت انزلهم. ال3 فيديوهات دول كنت المفروض انزلهم، بس انا طبعا كسلت وما قدرتش ان انزلهم، مع انهم هم معمولين من رايفت. فانتوا اكتبوا تحت في التعليقات هل انا الفيديوهات دول انزلهم بعد الفيديو ده مثلا، او بعد الفيديو ده بيومين او 3. اكتبوا تحت في التعليقات عشان اعرف. تمام. بس يعني انا اقسم بالله مش عارف اقول لكم ايه ولا عارف اوصف ايه حرفيا. شكرا جدا على دعمكم معايا، الحمد لله في فيديوهات جدا، يعني الحمد لله اهو معديه. يعني انا مش عارف اتكلم، مش عارف. عارفين لما ترجع في حاجه انت بتحبها، فانا مش عارف بصراحه اقول لكم ايه. في مشاكل كتيره حصلت في اليوتيوب كنت عايز اتكلم عنها، بس ما كانش بقدرتي والله العظيم. بس فرب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وبمناسبه ان انا رجعت اليوتيوب، يا ريت قولوا لي تحت في التعليقات هل انتوا عايزين تعرفوا انا جبت ازاي الهيربودز ونظامها ازاي وكل الكلام ده كله. فاكتبوا تحت في التعليقات، ما تنسوش يا جماعه اكتبوا تحت في التعليقات. بس السلام عليكم.